أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن وضع الجرحى اليمنيين في الخارج. لا يزال الجرحى الذين سقطوا في الحرب الدائرة في البلاد عرضة للإهمال والتجاهل من قبل الحكومة الشرعية والتحالف في مصر، الأردن والهند. حالات كثيرة لجرحى أصبحت جراحهم متعفنة نتيجة الإهمال، في وقت عرض آخرون بيع أجزاء من أجسادهم لاستكمال علاجهم نتيجة الخذلان الذي تعرضوا له. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: وضع الجرحى اليمنيين في الخارج، ودور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في الاهتمام بملف الجرحى. نشاهد التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. عائدون يجرون جراحاتهم معهم، الجرحى اليمنيون في الخارج واقع يحكي فشل الحكومة في التعامل مع ملف جرحى الحرب. هنا صور لأبطال تقرحت جراحهم وبترت أطرافهم وشلت أجسادهم بعد أن تنكرت لهم الحكومة الشرعية وتركت جراحاتهم عرضة للإهمال والتجاهل. والآن يجي مسؤول تبع المستشفى الألماني السعودي يقول لي بخرجك توه وبس أخي، وخرجوا دفع على البوابة برا، لا معنا سكان ولا معنا شيء، وعاد حتى راتب شهر واحد ما أعطونا شيء، والآن أنا واحد يعولنا، وأنا أناشد القيادات اللي ماسكة قيادات الساحل الغربي تبع الإماراتي تبع مدري مين القيادات، أسألكم بالله ليش تعاملوا إحنا كذا؟ مش إحنا صفر، إحنا عادي مش مشكلة. آلاف من الجرحى في صفوف الجيش سقطوا في الحرب الدائرة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، يعيش جلهم بعيدا عن دائرة اهتمام الشرعية، حتى أولئك القلائل الذين منحهم القدر فرصة للعلاج في الخارج باتوا مهددين بالطرد من مستشفياتهم. في مصر والهند والأردن وغيرها حالات كثيرة لجرحى باتوا يداوون جراحاتهم على حسابهم الخاص بعد أن ضاقوا ذرعا بوعود الشرعية والتحالف الزائفة. مصاب بقرحة في أسفل الظهر وطلقة في العمود الفقري، قد قابوا شهر 5 لهنا ونزلوا اليمن علشان يسافروا بالهند، ورجعوا قابوا شهر 9 هنا ثاني، ما ودش الهند رجعوا مصر، ذلهم قابوا من الشدر الفاد ولا عملوا أي شيء. يتحدث الجرحى هنا عن عمليات مصادرة لجوازاتهم وإرغامهم على توقيع أوراق اعتراف باستكمال علاجهم في وقت لا تزال فيها جراحاتهم تنزف. على الجانب الآخر، وبعد أن فقد العديد من الجرحى الثقة بالحكومة والتحالف، اضطر العديد منهم لعرض أجزاء من أجسادهم للبيع من أجل مداواة جراحاتهم التي تسوء كل يوم نتيجة الإهمال. ومع كل يوم تتفاقم مأساة الجرحى في بلد تتمدد فيه ثروات أمراء الحرب على حساب معاناة الجرحى. جدد ترحيبكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة الجريح سيف محمد. أهلا بك سيد سيف. كيف هو وضع الجرحى، جرحى هذه الحرب في الخارج؟ كيف، ما المشاكل التي تواجهونها وأنتم في بلاد المهجر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا أخي، نحن جرحى بأخ سالم محمد معك طبعا، ونحن جرحى بالمستشفيات في مصر، وخلي على الله بس، يعني عانينا معانا الألم وفقدان كمان العناية الطبية وكذلك المصاريف ما فيش، لكن أسأل الله، أسأل الله أن يكون في عوننا إن شاء الله، في عون كل جريح يمني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. ولكن نحن ناشد لمن له الأمر ولمن كان بيده شيء، قادات الألوية أو التحالف العربي أو الشرعية الذي يترأسها رئيس عبد الرب المشير عبد الرب منصور هادي، أن ينظروا إلينا بنظرة رحمة بعد الله. لهذا نحن، تسمعني؟ أسمعك تفضل أكمل. لهذا نحن ما نعاني، يعني
يعني والله الله اقول لك يعني ايش اكلمك يعني عجز اللسان لاكلمك عن اللي يجري، ولكن نحن نعاني كذلك الدكتور يعني الدكاتره يعني تحصلهم يعني ما يعملوا لنا عمليه الا بعد 4 ايام 5 ايام وقد الجريح تعبان، التضميد كمان في اهمال يعني من كل الجوانب، ولكن لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. كانوا معتنيين بنا ومهتمين بنا وقت الجبهات، والان سابونا وتركونا ولا يعلمون ما الذي يجري، يعني ما الذي يجري، ولا كأن موجودين جرحى في اليمن، ولا كأن تبع يعني مقاومة يعني لليمن. لكن الحمد لله، أسأل الله أن يكون في عوننا وفي عون كل جريح مسلم إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. ولكن نحن ناشدكم، طبعا ناشد من الله الأمر أني اتقوا الله فينا، فإنا نعاني من كل شيء. لكن الحمد لله، اللهم لك الحمد، ما نقول إلا ما يرضي الله يا أخي. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد سيف محمد. أرحب بمن ينضم إلينا من عدن، رئيس اللجنة الطبية دكتور محمد الثوابي. دكتور، يعني سمعت ما تفضل به السيد سيف محمد وهو جريح في القاهرة الآن. أنتم بحسب متابعتكم، ما هي يعني أين جانب القصور؟ ما الذي ما هو المتوقف أو أين توقفت أمور متابعة الجرحى في الخارج تحديدا؟ شكرا لكم على استضافتكم أخي، وأنا أضم صوتي إلى الجريح أنه الجرحى في تعز بالذات يعانون معاناة كبيرة جدا. وأنا الآن نزلت إلى عدن من أجل متابعة الأخ المحافظ والأخ أيضا محور، من أجل أنه لابد من إرسال مبالغ مالية للخارج، وأيضا إرسال الجرحى الذين ما زالوا هنا في الداخل يحتاجون إلى سفر إلى الخارج. هناك عمل، لا نقول أن هناك قصور كلي أو أن هناك ليس هناك عمل، بالذات في القاهرة هناك لجنة جيدة تعمل بشكل حثيث، وأرسلنا لهم المبالغ التي طلبوها. صحيح أنه لا نستطيع أن نفي بجميع المبالغ التي يطلبوها الآن حاليا، لأنه لا يوجد عندنا مبالغ، وهذا ما تكلمنا مع قائد المحور ومع الأخ المحافظ ومع المسؤولين في تعز ومع الإخوة المسؤولين في أيضا في إخواننا في مأرب في رئاسة الأركان، أنه نحن بحاجة إلى مبالغ كبيرة من أجل إيصالها إلى الخارج، وأيضا إسعاف الذين هم يحتاجون إلى إسعاف في الداخل. طيب، وكيف كان الرد من قبل الجهات الرسمية، من قبل المحور، هيئة الأركان، رئاسة هيئة الأركان، وكذلك من قبل يعني المسؤولين في السلطة المحلية مثلا في تعز؟ نعم أخي، الرد إيجابي وجيد، لكنه لا ليس فعليا، إنما نحن معكم، نحن سنقوم معكم، وأنا ما نزلت اليوم إلى عدن إلا من أجل مقابلة الأخ المحافظ الذي نستبشر به كثيرا، ونستبشر بالأخ القائد سمير الصبري بأنهم سيكونون مع الجرحى، وفي هناك يقول أن هناك مبشرات قريبة إن شاء الله. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور محمد. أعود إلى ضيفي الجريح من القاهرة السيد سيف محمد. السيد سيف، طيب يعني في سياق التعامل هناك، ما هي أبرز الإشكالات التي تواجهكم؟ هل هناك ترحيب من الجهات في البلد التي أنتم فيها في سياق التعامل؟ كيف يتم التعامل معكم هناك؟ نعم أسمعك. الحمد لله، في إيجابيات وفي سلبيات، لكن السلبيات أكثر من الإيجابيات. ولكن صراحة أزيد إليك، من المشاكل أن يعني الآن لا شهر واحد واثنين واثناعش يعني ثلاثة أسابيع ما حصلنا صرفة، لهذا نحن مرضانا هنا ما ياكلوش الاكل اللي تحصله بمصر. المريض بحاجه الى تغذيه، بحاجه لحاجه ياكلها عشان يقوم يشوف نفسه، يظهر يعني يحس بالعافيه باذن الله، العافيه من الله، لكن تكون سبب التغذيه. لكن اكلهم يجيبوا صراحه، ما نقولش يغسروا، لكن في تقصير. لكن السلبيات اكثر من الايجابيات. في نفس الوقت نحن نشتري اكل لمرضانا من برا، ما فيش معنا صرفه، شهر 12 وواحد واثنين ما فيش رواتب، يعني ما عطوناش صرفتنا. لكن الحمد لله، اسال الله ان يثبتنا ويصبرنا، وباذن الله شفنا يعني بعيوننا وسمعت اذننا بما نشوف وما نرى، لكن ما نقول الا ما يرضي الله. لهذا الحمد لله الف حمد، ونسال الله ان يكون في عوننا ان شاء الله. ونحن ناجد كمان الاخ اللي الان اللي استضفته، ان ينظروا الينا نظره رحمه بعد الله، نظره رحمه، يعني نحن جرحى وضحينا يعني بارواحنا، تركنا اولادنا، تركنا اهلنا علشان هذا، وفي الاخير يقتلونا. هو في نهايه الامر حق لكم ايضا، باعتبار ان هناك
تضحيات حصلت في سياق في هذا السياق، لكن تساؤلي أيضا، أنت ذكرت أن هناك أكثر من راتب لم يتم استلامه، متى كان آخر راتب استلمتموه، ومتى كانت آخر مخصصات مالية مستحقة وموافق عليها تم يعني وصلت لكم؟ شهر 12 استلمنا طبعا منها هو 4 أسابيع، يعني جزءنا تجزئة كل أسبوع، فهمتني؟ لهذا نحن الأسبوع أعطونا من شهر 12 3 أسابيع، شهر 1 دخل أعطونا منه أسبوع، شهر 2 الآن دخل وقد أعطونا حق 2 شهر بعدها خلاص، يعني أسبوعين في شهر 1 إضافة إلى شهر 2 شهر 12 ما في، الآن لا 1 ولا 2، هذا يعني اللي أعطونا حق اللي في شهر 2 الآن حاليا حق 12 منه أسبوع وأسبوع في شهر 1. طيب بالنسبة لأعداد الجرحى في القاهرة، إذا ما تحدثنا بشكل خاص، كم هو عددهم؟ نحن نتحدث عن كم؟ نحن الآن حاليا الإحصائية توصل ل 400 جريح، بس للآن زفروا 200، وطبعا بعضهم طلعوهم يا أخي طلعوهم اليمن وعاد ما استكملوا علاقاتهم، ما استكملوا العلاقة، يقول لك خلاص انتهت مهمتك، يعني زي ما تقول يا أخي كأنها زي ما تقول يعني حاجات يعني وقت محدود لك، سواء تعافيت ولا ما تعافيت زفروا. يا اخي احنا مش عارفين ايش الخبر وايش القصه، نشتي نفهم يا اخي، نفهم يعني احنا هنا جرحى نكتمل على جنا ولا بتوقيتهم يطلعون على ما يشتون، يعني اسال الله ان يكون في عوننا ان شاء الله ويثبتنا ان شاء الله. اللهم امين. اشكرك سيف محمد الجريح، كنت معنا بالهاتف من القاهره، ونسال الله لكم الشفاء جميعا. اعود اليك دكتور محمد ثوابي، لهجة فيها الكثير من الألم سمعناها من الجريح سيف محمد، ما هي الإشكالية بالضبط في سياق التعامل هناك؟ هو يتحدث على أنه ليس هناك وضوح في يعني طبيعة المنح، ربما هناك إشكالات في الجهات التي يتعاملون معها هناك، ما هي طبيعة الإشكالات؟ وأنتم يعني أنت المعني بمتابعة هذه الأمور باعتبارك رئيس اللجنة الطبية. طبعا اخي انا اتواصل مع رئيس اللجنه الطبيه في القاهره الدكتور فكري العبسي، واتواصل معه يوميا حول الجرحى وحول العمليات التي ستقدم الى الجرحى، لكن يا اخي طبيعه العمل الطبي، طبيعه الجرحى، الالام التي يتحملها الجرحى، هناك الام، اي انسان جريح عنده الام كثيره، يعني لا يمكن ان تتم العمليات في يوم واحد، يعني هناك ترتيبات، هناك استشاره لاكثر من طبيب، هناك يعني فحوصات تقدم قبل العملية، هناك لابد أن تأخذ مجراها، يعني نحن نؤكد أن الجرحى يعانون، وهذا ما نقوله ونناشد الحكومة بمثلة فخامة الأخ الرئيس، دولة رئيس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس الأركان، نحن نقول هذا الكلام، وقلنا أن هناك إن شاء الله بوادر أمل بوجود الأخ المحافظ الجديد وقائد المحور، نتمنى أن يكون هناك بوادر جيدة، لكن هناك اجراءات طبيه في الخارج يا اخي، انا كطبيب اتعامل هناك قبل اجراء اي عمليه لابد من تنسيق مع الاطباء، لابد من ترتيب فحوصات كافيه، واما بالنسبه لانه الاخ يعني عندما يكمل عمليته يغادر، لاننا المال لا يوجد عندنا مال للنقاهه والترفيه في القاهره، يوجد فقط مال للعمليه، نجحت العمليه اموره جيده يرحل الى اليمن، هذا ما نعرفه وما نستطيع ان احنا نعمله حاليا حقيقه. يعني مسألة احتياج يقرها الأطباء إذا كان هناك احتياج للبقاء، أليس كذلك؟ نعم أخي، إذا احتاج المريض أو الجريح إلى بقاء يبقى دون أي نقاش مطلقا. طيب يعني مسألة التعامل بأعداد، يتحدث هو عن 400 جريح من المفترض أن يسفروا، 200 منهم فقط سافر، وهناك من اضطر للعودة، هل الأرقام لديكم موجودة أيضا؟ لو تعطينا الإحصائية التي لديك دكتور محمد. نعم أخي، نحن معنا أكثر من 60 جريح فقط، 400 الذي يتكلم عنها ربما الجرحى مارب، يعني الإخوة في مارب عندهم أكثر من 400 أو 500 أو 700 جريح أكثر، نحن عندنا فوق 60 جريح، 65 جريح فقط لا غير، لكن عندنا جرحى في الداخل يحتاجون إلى سفر، وعددهم كما قلنا 396 بجريح بالرقم والاسم، وحاليا ان شاء الله خلال الاسبوع القادم سنسفر 32 جريح. طيب في هذا السياق هناك حديث على عمليات سحب جوازات لجرحى في الخارج،
يعني ربما يكون في القاهرة أو في مكان آخر، هل لديكم معلومات حول ذلك؟ كيف يتم التعامل معهم من قبل السلطات في البلاد التي يتواجدون فيها؟ نحن من خلالكم نشكر الأشقاء في مصر على استيعابهم الجرحى، ولا ننكر فضلهم وإخواننا الأطباء في مصر الشقيقة الذين تعاملوا مع جرحانا بكل لطف وتعامل راقي، لا ننكر هذا إطلاقا ولا ينكره إلا جاحد حقيقة يعني. لكن إذا كانت هناك إجراءات من قبل الدولة أنا لا أعلمها، الأخ لم يقل لي شيء، الأخ رئيس اللجنة أن هناك أمور جيدة ما لم يقل لي شيء من هذا. يعني ليست هناك إشكالات فيما يتعلق باحتجاز لجوازات جرحى، لأن هناك يعني ربما تكون هناك حالات تحدثت عن ذلك روتينية. نعم يعني ربما تكون شاذة نادرة، لكن كجرحانا في مصر الجرحى متعز في مصر لا يوجد عندنا إن شاء الله إشكالات من هذا. طيب في سياق آخر، هناك حديث أو أخبار تتداول في هذا السياق على أن هناك جرحى يقومون ببيع أجزاء من أجسادهم، عرضوا بيعها لمن يريد، يعني في سياق محاولتهم للبقاء هناك وتحمل تكاليف العلاج هناك. هل لديك تأكيدات أو معلومات حول ذلك؟ أنا أقول ليس كل ما يقال صحيح يا أخي، هذيك يعني ربما أنا لا أعتقد مطلقا، ونحن غطينا الجرحى في الخارج وأعطينا لهم المبالغ سواء في الهند أو في مصر، وقبل أي يومين أرسلنا 100,000 دولار إلى الإخوة في مصر، ومستعدين لإرسال مبلغ آخر الآن. سنلتقي مع المقيم كما قمنا مع الأستاذ المحافظ ومع قائد المحور، وما لا يوجد مثل هذه الأمور، إنما ربما من أجل الضغط أو من أجل أنه يعني يلفت إليهم، هذا قد يكون. طيب في هذا السياق دكتور محمد، الآن هناك يعني من يتابع أحوال الجرحى في الخارج، في نهاية المطاف قد يعكس ذلك وضعا سلبيا على بقية المقاتلين في الجبهات، لهؤلاء ما الذي تقولون؟ أنا أقول أن الإخوة في الجرحى في الخارج يعني يعطى لهم كل الرعاية والاهتمام، وإذا كان هناك أي إشكال أي عمل يا أخي ربما فيه قصور أكيد، لا الإنسان بشر بالأخير يعني، لكن نقول للإخوة المقاتلين أننا وجدنا من أجل خدمتهم ومن أجل رعايتهم، وهذا واجب علينا، وإذا شعرنا يوم من الأيام أننا غير قادرين تمام سنعترف أمام الجميع ونقدم استقالتنا. طيب في هذا السياق كنا نتحدث عن تعامل الجهات الرسمية معكم، تتحدث على أنك الآن في عدن لمحاولة لقاء المحافظ، هل لديك مزيد من التفاصيل حول الإشكالات التي يواجهونها في سياق توفير الدعم المالي الكافي لملف الجرحى؟ الإشكالات أنه إلى الآن لم يرصد ميزانية ثابتة للجنة الطبية العسكرية في تعز، ليس لدينا ميزانية ثابتة أخي، إنما يأتي مبلغ من المال، يعني قبل أشهر ذهبت إلى 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 مأرب وقابلت نائب رئيس الجمهورية أعطانا مبلغ سدينا اللي في الخارج، بقي معنا الآن اللي في الداخل، عندنا جرحى معافين يحتاجون إلى علاج يومي، عندنا مبتورين نريد أن نعيد تصحيح البتر ونقوم بتسفيرهم، عندنا جرحى يحتاجون إلى سفر، هذه الأمور لا يوجد ميزانية ثابتة واضحة للجرحى في محافظته. أشكرك رئيس اللجنة الطبية العسكرية دكتور محمد الثوابي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، بطبيعة الحال ملف فيه الكثير من الآلام. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيسمان، وتحيات زملائي في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.